المثل الشعبي بيقول لك ايه من زمان؟ بيقول لك نظف بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. شفت دافع تنظيف البيوت وترويقها عندنا من قديم الازل ايه؟ ان ما حدش يطب عليك فجاه ويقول عليك زباله، بس كده يعني، مش عشان البيت يبقى نظيف فعلا لا سمح الله خالص، دي كلها شكليات. علشان كده تلاقي ان تجهيزات البيوت بتختلف حسب نوع الزياره وشكلها او حسب الظرف بشكل عام. ازاي؟ الزيارات الرسميه زي زيارات النسايب، عزومه مديرك في الشغل، فاهم؟ دي بتبقى تجهيزات عامله ازاي بالظبط زي تجهيزات الشوارع للزيارات الرسميه. بيعملوا ايه؟ على ما اعتقد كده تقريبا بينظفوا الشوارع وبيبعتوا عربيه الرش والجو ده. لا طبعا، هم اذكى من كده بكتير. ينظفوا ايه يا ابني؟ هم بيحفلطوا خط سير الزياره بس، يسفلتوا الشارع اللي هيمر فيه الموكب، يحطوا ورد وزرع مؤقت على الجنبين، يخبوا الزباله في الشوارع الجانبيه وتعشت، مش كده؟ الزيارات المنزليه الرسميه بالظبط نفس الفكره. احنا هدفنا هنا مش اننا ننظف خالص. امال بيعملوا ايه؟ احنا هدفنا المباشر اننا نبين البيت كانه متنظف. ازاي؟ اقول لك، التارجت بتاعنا هنا هو الليفينج، هي دي المنطقه اللي بتاخد مجهود عشان دي اللي بيبقى فيها هدوم، بواقي اكل ومناديل مستعمله، ازايز فاضيه، دراعات بلاي ستيشن، بيومي فؤاد، كتب مجلات، لعب اطفال، كلاب، اهداف كاس العالم 90، الحاجات دي كلها. ارمي بقى كل الكراكيب في الاوض، ما تنشرش الغسيل اللي مش نظيف، كومه كله، خبيه في الغساله او في البانيو، وحط صابونه جديده. تقلقش، هنشيلها وهنرجع البروه بعد ما يمشوا اللي احنا شغالين بيها اساسا. نغير الفوطه، خضر العيال وكممهم ونيمهم واقفل الابواب. طبعا اوضه الكراكيب بنجيب اذن من النيابه وبنشمعها بالشمع الاحمر. ليه كده؟ علشان كراكيب دي هتاكلنا، ده وحش جوه. خلاص، بره بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي: هنكنس السجاجيد ونلمع الارض اللي حوالين السجاده، فاهم؟ سواء كان باركيه، سيراميك، بلاط، اي حاجه يتظبط كويس. اما اللي تحت السجاد وتحت الكنب والكراسي وبين الشلت ده مش مهم اطلاقا. لا، ما تضيعش وقتك في الحته دي. هنلمع الموبيليا اللي موجوده في النطاق ده بس، اللي تكون في مستوى النظر، فوق قوي لا، تحت قوي اوعى. هنشيل البيضات من على العفش وننفض تنفيضه خفيفه من على الوش كده، مفيش اي داعي للتنفيض العميق اطلاقا. بالعكس بقى، على فكره ده يفتح عليك باب جهنم، مش هتلاحق على المفاجات اللي هتطلع لك. خليك سطحي، ليك خفيف، ها، على الوش كده. المفارش مهمة جدا في نوع الزيارات ده. ارمي مفرش على اي حاجة عندك شكلها مش قد كده، اي حد شكله مش عاجبك في البيت قبل ما الضيوف يجي ارمي عليه مفرش. المفرش ده زي السحر. هنهتم جدا بالاضاءات في الزيارات اللي من النوع ده، الاضاءات الجانبية الرومانسية الخافتة، انسى بقى النجف والاضاءة المباشرة والفضايح دي، اباجورات جانبية بلمبات 50 واط كتير، دي ممتازة. تخبي عيوب الدهانات بتاعت الحيطة، بقع العفش، خروم الستاير، عيوب البشرة والتجاعيد، علامات تقدم السن، الهالات السوداء، فاهم؟ كل ده بيتدارى. طبعا بالنسبة لتجهيز البيت للزيارات الرسمية، الكلام اللي فات ده بقى ما يمشيش خالص مع زيارات التفتيش. زيارات الايه؟ التفتيش. طبعا زيارات التفتيش دي الستات عارفاها كويس، حماتها، اخوات جوزها، ضرتها، مرات صاحب جوزها، السكانر الشريره بتاعت انت تخنتي قوي ولون شعرك مش لايق عليكي، مناخيرك موضتها بطلت، انت عندك حاجب اسود وحاجب بني ولا ايه؟ وريني كده، ارفعي الحاجب، اعملي كده، اللي واقفه لها على الواحده دي. بص يا معلم، الزيارات دي تنفض لها تنفيضه تمام، تنفض لها خالص، نفض. يعني ننفض لها خالص، يعني ما نفتح لهمش الباب، ما ندخلهمش اصلا. لا لا يا ابني، لا ما تفهمش غلط. امال بننفض لها البيت بجد حرفيا. من بدري، فاهم؟ مش نحلق يعني، لا يعني بننفض ونمسح ونسيق ونقشط ونعطر ونلمع ونسفلت والجو كله، ونحلق كمان يعني لو ينفع تحلق قبلها. الست ولا الراجل؟ احتياط، كله يعني، كله يحلق. يتنفض. أوكي. مع بعض، مع السجاد وانت معدي بنفس المكنه نحلق بجد. ده تفتيش يا ابني مش هزار. كل عيش، كل عيش. في زياره بتكون ليها بقى استعدادات خاصه جدا، اللي هي زياره العريس. دي مش زياره تنفيض، لا، دي جراحه تجميل شامله. نعمل ايه بقى؟ بنغير الديكورات، نعيد هندسه البيت داخليا، ونركب كهارب جوه وبره، نقشط الارض وندهن الحيطان سبونج، ننجد الصالون ونغير اللمبات الموفره البيضه دي علشان الفضايح، ونطلع بقى الفنان التشكيلي اللي جوانا بقى. فجاه كده بيظهر عندنا اهتمام قديم بالفن وبالحركه الفنيه، نبتدي نشتري لوحات، انتيكات، تماثيل برونز، نوافير رخام، اثار فرعوني وروماني. بنحول البيت لمتحف محمود خليل. الكلام ده لحد امتى يا معلم؟ امتى؟ لحد كتب الكتاب. كتبنا الكتاب اكيد، اتكتب، تراجع عليه، تبص على الاختام، على الورق، على كل حاجه. يلا حبيبي، رجع لي الحاجات دي كلها على المخزن، هات الرهن، وقبل العريس اللي جاي تبلغني قبلها باسبوع، كل حاجه ترجع لك تاني. خلصت. في بقى كمان تجهيزات البيت للزيارات اللي فيها عيال بعد ما العرسان يخلفوا، والجو ده طبعا دي ليها تجهيزات خاصه جدا. مبدئيا كده في عيال جايه، فالبيت كله بيترفع 50 سنتي من على الارض تحسبا لاي مفاجآت، اتحط على رف كده. ده اول اجراء. تاني حاجه بقى في التجهيزات، انك بتلاحظ ان البيت بقى ووتر بروف فجاه. معلومه،
اول لما تشوف السراير اتفرش عليها مشمع والكنبه بتلف ببلاستيك، السجاده تكيس بكياس زباله، والنيش تكيس بالبابلز اللي بيفرقع ده، عارفه؟ عارفه. الشريط الاصفر بتاع الجرايم بتاع القتل ده اتنصب في كل حته داير ما يدور الريسبشن كده، افهم ان البيت دخل له عيال. معلومه تانية، لما تفتح دولابك وتلاقي الكريستالات والتحف والفازات والانتيكات متكمرين بين القمصان والبيجامات، اعرف ان ده اجراء احترازي بيعلن عن وجود عيال صغيرين في البيت. ماما عملت كده، اتصرفت، دي ما بتجليش. وهم خلاص بقوا هرشين الحركه دي، الضيوف بقوا هرشين الحكايه دي. لا، الفازات والتحف والانتيكات هرشين الحركه دي. تلاقي الفازه داخله وسط الهدوم، سلام عليكم، هتلاقي الهدوم بيقول عليكم ورحمه الله وبركاته، ايه جايه في ايه المره دي، مهند وايه برضو، الفازه تقول لا جمانه وعبد الرحمن، خدني جنبك. يعني هم عارفين العيال، حفظوا بعض، بقى في ما بينهم علاقه جوه الدولاب، العيال بره زياره زي الفل. كل الزيارات دي بقى كلها كوم، وتجهيزات الزياره الكبيره دي كوم تاني خالص. الزياره الكبيره العظمه كلها زياره الفار. الزياره دي بالتحديد هي الزياره الوحيده اللي بتوقف البيت كله على رجل، حرفيا بيقف على رجل فعلا، مش مبالغه مني. بص بقى، في فار في البيت، يعني كل افراد البيت لابسين شتوي سواء كنا في الصيف او في الشتاء، جزم بوت ومدخلين البناطيل جوه، قاعدين مربعين رجليهم على الكنب والكراسي وماسكين سلاح. غير بقى الفخاخ والمصايد اللي مرشقة في كل حتة في البيت، واللي بتفضل تتطور مع الوقت. يعني الأول يبقى إيه، في حتة طماطم وحتة جبنة لازقة جنبها، ماشي، بعدين تلاقي حتة لانشون وصاع كهربائي، بعدين نص كفتة وطبنجة، بعدين فخ ضاني وشيك على بياض، أي حاجة. واحدة واحدة البيت بيتحول لوحدة عسكرية. طول اليوم تسمع أصوات شد أجزاء وصويت وصريخ وإزاز بيتكسر ونجف بيقع ومرار طافح. أحمد والنبي اقفل السيرة دي، عشان أنا بخاف أصلا، مش عايز أسمع الحكاية دي. لا يا ابني، أنت الدنيا هنا تمام، ده بلاتو متأمن وتتفق. إيه يا ابني، ده بيت أخوك. إيه ده؟ أحمد يا أمه، أحمد.